في حين كانت شركات السيارات تسمى باسم مؤسسيها مثل فورد أو بورش أو تويوتا، تم اختيار اسم نيسان ليعكس اهتمام الشركة بوطنها الأم وليؤكد على دورها في النهوض بالفرد والمجتمع الياباني. فقد جاء اسم نيسان كاسم مركب يجمع الأحرف الأولى من كلمتي نيهون سانجيو، والتي تعني بالعربية الصناعة اليابانية، فيما تتمتع نيسان بتاريخ عريق يعود إلى بداية ظهور صناعة السيارات في اليابان. واليوم سنحاول أن نستعرض معكم هذا التاريخ العريق من خلال زيارتنا للمتحف بالقرب من مصنع زاما في مدينة يوكوهاما. يمكنكم معرفة المزيد عن مدينة يوكوهاما بزيارة موقع عرب فيد على رابط الصفحة الخاصة بهذه المدينة في الأسفل. وبخلاف المتاحف الصغيرة لشركة نيسان والتي تنتشر في أنحاء اليابان، يعتبر هذا المتحف الرسمي الأكبر للشركة على مستوى العالم، ويضم نماذج من أبرز السيارات التي شكلت محطات هامة في تاريخ الشركة اليابانية. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اليوم في زيارة للمتحف التراثي لسيارات نيسان في مدينة يوكوهاما اليابانية. خلفي أكثر من 400 سيارة بتمثل تاريخ كامل لواحد من أهم صناع السيارات في العالم، شركة نيسان اليابانية. هدول 400 سيارة بتمثل تاريخ من 1933 إلى يومنا الحالي. في سيارات طبعا مشهورة جدا في منطقتنا، في قسم جناح كامل عن سيارات الموتور سبورت، سيارات اللي شاركت بأبرز السباقات اللي انتصرت فيها شركة نيسان، وبدايات الشركة من علامة داتسون لعلامة أوستن لعلامة برينس إلى أن وصلت للاسم التجاري اللي كلنا نعرفه اسم نيسان. كونوا معنا بالحلقة تحت اليوم، إن شاء الله حلقة تعجبكم، حلقة بتمثل تراث كامل لشركة عريقة مثل شركة نيسان. خليكم معنا. ونعود إلى البداية. عندما بدأ المستثمر الشاب يوشيسكي آيكاوا شركته الخاصة في الثلاثينيات، وكان آيكاوا يرى أن استخدام السيارات والمحركات سيتطور بشكل كبير وينتشر في اليابان، إلا أن المؤسسات المالية الكبرى لم تكن تؤمن بنجاح قطاع تصنيع السيارات في اليابان، فنجح آيكاوا في إقناع بعض البنوك بالاستثمار في صناعة السيارات. ولاحقا قام آيكاوا بشراء مصانع سيارة داتسون من شركة دات جيدوشا سيزو، وأسس شركة نيسان عام 1933. أما بداية سيارة داتسون فتعود إلى عام 1914، عندما صممت شركة كوايشينشا سيارة جديدة، وكان هذا بالطبع أمرا مميزا لأنها أول سيارة تصنع في اليابان، وحملت السيارة اسم دات، وهي الأحرف الأولى من أسماء داعمي الشركة الثلاث. وفي عام 1926 دمجت شركة كوايشينشا مع شركة جيدوشا سيزو، وأصبحت الشركة تسمى دات جيدوشا سيزو. وفي وقت لاحق وبعد سيارة دات، طورت الشركة في بداية الثلاثينيات سيارة صغيرة جديدة بالكامل كخيار رخيص السعر، لتكون في متناول غالبية الشعب الياباني في ذلك الحين. في البداية سميت السيارة داتسون لتعني Son of Dat أو ابن دات بالعربية، ولكن الاسم تغير بعد فترة وجيزة إلى داتسون مع حرف يو بدلا من الأو، لأن كلمة صن في اليابانية تعني الخسارة. طبعا نيسان أسست في عام 1933، بدأت فعليا التصنيع الرسمي للسيارة من عام 1933. بدأت أول سيارة صدرت من شركة نيسان طلعت لأمريكا الجنوبية عام 1935. طبعا من بداياتها دخلت صناعة السيارات اليابانية في مرحلة النمو المتطور الرهيبة، اصطدمت بالحرب العالمية الثانية. زي ما انتم كلكم عارفين توقفت تقريبا انتاج السيارات في هذيك المرحلة، ثم بعدها رجعوا اليابانيين بقوة في بدايات الخمسينات، بدأوا في خطة التوسع تبعتهم وانطلقوا حول العالم. هلا رح تشوفوا بالتفصيل أهم المراحل التي مرت فيها شركة نيسان اليابانية من بنهاية الحرب العالمية الثانية إلى يومنا الحالي. بعد الحرب العالمية الثانية بذلت نيسان جهودا كبيرة لتعيد إنتاج السيارات والشاحنات، وبدأت عام 1952 بشراكة تقنية مع شركة أوستن موتور البريطانية لصنع سياراتها في اليابان بهدف تطوير الخبرات التكنولوجية لدى اليابانيين. وفي الخمسينيات أصبح بإمكان الزبائن الاستمتاع بالمنتجات التي صنعت في اليابان، وكانت هذه بداية استعادة نيسان لعافيتها. في هذه الأثناء أصبحت السيارات وسيلة النقل الشائعة في اليابان، وبدأت ظاهرة استخدام السيارات في الحياة اليومية.
وفي عام 1955 ظهرت أول سيارة ركاب إنتاجية جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهي سيارة داتسون 110، كما أطلقت الشركة طرازها الأسطوري نيسان باترول لتدخل به نيسان غمار المنافسة ضمن فئة جديدة وهي فئة مركبات SUV الفاخرة. مكملين جولتنا داخل متحف نيسان للسيارات، سيارة مهمة جدا في منطقتنا لفتت نظري اللي هي نيسان باترول، بأول طراز طلع من نيسان باترول. طبعا الطراز الأمامنا هذا كان يأتي بتقريبا محرك 4 لتر 4000 cc، كانت القدرة الحصانية 125 حصان. طبعا هذا الطراز هو موديل 1961، تخيلوا يا شباب من هذا التصميم من هذا الشكل، تخيلوا باترول عم نشوفه حاليا في طرقاتنا. وفي الستينيات شهدت اليابان نموا اقتصاديا سريعا، وبدأ الانتاج في عدد من المصانع الجديدة مثل مصنع أوباما وزاما ومصنع المكسيك، ودمجت نيسان مع شركة برينس موتورز عام 1966، وشهد نفس العام ظهور سيارة سانيا الاقتصادية الرخيصة والتي مهدت الطريق أمام عصر جديد، عصر امتلاك السيارات الشخصية في اليابان. سيارة كمان أخرى مميزة داخل متحف نيسان، النيسان ساني، بأول موديل لنيسان ساني طرازة 1967. بصراحة أنا تفاجأت من قدم طرازات وموديلات الساني. طبعا السيارة الخلفية كانت تأتي بقوة 56 حصان، قوة متواضعة 1000 cc، سيارة اقتصادية عملية من بداياتها. نيسان ساني. وشهدت نهاية الستينيات ظهور العديد من السيارات الرائعة مثل داتسون بلو بيرد 510 وسكايلاين 2000 GTR، والتي تعتبر جدة سيارة GTR المحبوبة اليوم. عشاق جودزيلا اليابان، أول طراز من نيسان سكايلاين GTR بالعالم طراز 1969 زي ما أنتم شايفين خلفي، اللي كان يأتي بقوة 160 حصان، أحد السيارات المميزة جدا داخل متحف نيسان. هذا بالإضافة إلى سيارة زي والتي تعرف أيضا باسم فيرليدي، والتي ما زالت حتى اليوم تعتبر واحدة من أكثر السيارات الرياضية رواجا في العالم بعد أكثر من 40 عاما على إطلاقها. خلف سيارة أخرى مميزة من الصانع الياباني نيسان، الفيرليدي زي، بأول نسخة من أوائل النسخ لإلها اللي كانت تأتي موديل 1972، كانت قدرة المحرك تبعت النيسان زي في الوقت هذاك تقريبا 3400 cc، وكانت القوة الحصانية 150 حصان. طبعا سيارة غنية عن التعريف، انتشرت كثير في منطقة الخليج العربي، كانت معروفة سيارة الدريفت الأليمة، كانت نيسان زي. وواصل الاقتصاد نموه في السبعينيات، وبدأ الإنتاج في مصنع كيوشو الشهير والذي قام زميلنا مصعب بزيارته قبل فترة وجيزة، يمكنكم مشاهدة التغطية على الرابط. ولكن المشاكل المتعلقة بالسيارات مثل التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات وأزمات النفط والوفيات الناتجة عن حوادث السير أخذت تكتسب المزيد من الأهمية على مستوى العالم في هذه الفترة، ما دفع بنيسان إلى تطوير عدد من المبتكرات التكنولوجية للحفاظ على الأمان والحفاظ على البيئة، فيما كانت توسع في نفس الوقت من عملية الإنتاج لتلبي الطلب المتزايد في السوق المحلي والأسواق العالمية. وانتقلت نيسان إلى مرحلة جديدة من التوسع في الثمانينيات، فزادت من عملياتها خارج اليابان، وبدأت مصانعها في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإنتاج السيارات بأعداد ضخمة. ومن السيارات الشهيرة في تلك الفترة سيارة فايلت التي حققت 4 انتصارات متتالية في رالي سفاري. وفي عام 1989 ظهرت علامة إنفينيتي التجارية المتفرعة عن شركة نيسان في أمريكا الشمالية مع إصدار سيارة السيدان الفاخرة Q45. ولكن ومع حرب الخليج عام 1990 شهد العالم تباطؤا اقتصاديا أدى إلى عقد من الكساد، وهو ما تعرف عليه الاقتصاديون باسم العقد الضائع. إلا أن نيسان بدأت في هذه الفترة في إنتاج المحركات في مصنع إيواكي الجديد، وفازت سيارات نيسان بعدة سباقات ضمن سلسلة سباقات دايتونا الأمريكية. وفي عام 1999 وقعت نيسان عقد تحالف عالمي مع شركة رينو الفرنسية. وفي نفس العام أيضا تم تعيين المخضرم كارلوس غوسون في منصب المدير التنفيذي لشركة نيسان. وعلى الرغم من فترة الكساد في التسعينيات، إلا أن نيسان واصلت أبحاثها في تطوير السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وبدأت بتطوير بطاريات أيون الليثيوم، وقدمت نيسان عام 2000 سيارة هايبر من الكهربائية، لتطلق بذلك نيسان تجربتها الضخمة التي حملت اسم تجربة مجتمع السيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى توفير البنية التحتية اللازمة لهذا النوع من السيارات.
وفي عام 2009 كشف النقاب عن سيارة نيسان ليف مع افتتاح الجاليري العالمي الجديد في مدينة يوكوهاما، وطرحت السيارة للبيع في أسواق اليابان والولايات المتحدة الأمريكية عام 2010، وما زالت نيسان ليف حتى اليوم أكثر السيارات الكهربائية مبيعاً في العالم. خلال ما يزيد على 80 عام واصلت شركة نيسان عملية التطوير المستمر من أجل تحقيق رؤيتها والمتمثلة في شعارها إثراء حياة الناس. ومع الاحتفاظ بالتقاليد المتوارثة من الأجيال السابقة، نجحت شركة نيسان في تطوير سيارات مميزة في مختلف الفئات لتلبي حاجات طيف واسع من زبائنها. ويمكننا مشاهدة أثر هذا النجاح في مبيعات تجاوزت 5 ملايين سيارة في العام الواحد، لتحتل نيسان المركز الثاني في اليابان من حيث حجم الإنتاج والمركز السادس على مستوى العالم. كانت هذه تغطيتنا لمتحف نيسان الرئيسي في ضواحي مدينة يوكوهاما. تابعونا لكل جديد في عالم السيارات، ضروري الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وزيارة موقعنا بشكل يومي للاطلاع على كافة الأخبار. كل الشكر للمتابعين، والسلام عليكم.